تحاول تدريويش ما يعقر حتى واحد، عمره ما تخاصم مع شي واحد، عمره ما تضر مع شي حد، عمره ما مشى شكا من شي واحد، كل شي كيتسخط عليه، كل شي كيتسخط عليه. درويش وليدي درويش بزاف بزاف، وتعدى عليه تعدى عليه، ومرت ومرتنا في معاه، ومشى حتى لدارو، مشى دار داك سيدته، مشى لدارو، مشى حتى داك سيدته قتلو وسار للدار، بدل الحوايج وجا بغينا ربي ودارات الملكي يشدوا الحق، بغينا ربي ودارات الملكي يشدوا الحق. وهذا السيد راه حتى خرج راه غادي يدير شي كسيد، راه كيتحلف قال لي مازال با يقتل، مازال با يزيد خرين، لا عازل هنا وكيجي تال عندي حنين فيا بزاف اوليدي، وحق الله بالليل يجي عندي يطلع ليا وسيم، والله الا تيجي عندي مسيكي تم جاي عندي قبل رمضان، جاي عندي المهمه يا المهمه المهمه وعنقني، تم جاي عندي وعنقني، سير بعد مني العكاز، قلت سير بعد مني، ما تعنقني ما نعنقك انا ما كنخرج فين، سير بعد مني. جريت عليه زاد يضحك قال لك عافاك امي انت، عافاك امي انت، ولي حبس بحال هاد المراه هذه هي بعد مني ووقف، قال لك امي انت ما نخسرك الخاطر. اخر مره قال لي يا امي انت انا نمشي طلعني بسلام عليك، مسامحه يا امي انت، وراك رحت مطالع بها غلا، وراك رحت مطالع بها غلا، ورا ما جاي ما يداويها، ورا متفق مع عباد الله متفقين مداويين في دارهم ومداويين في الحصيده على على ولد ولدي، جاي جاي مقاود ليه لحق عليه ودار فيه ما بغى، لحق عليه وصل له وضربه قاعد وانا ما حضرش للضرب، هو الدري تكرفص عليه على داك الشيء اللي قالوا لينا، حنا ما شنا ما حتى شي حاجه، قالوا لينا راه جاي من الدار عندهم وشادين شقطعة خدامة ديال هاد السيد اللي خدام عنده نيت ولد خويا، شادين شقطعة وبغا يحصدوها، حتى جا هو لعندهم لقاهم تيحصدو، قال لهم بنخدم معاكم، قال ليه قالوا ليه لا ما تخدمش معانا، بقى تيتناقش هو وياهم، قال لهم اسيدي راه حنا بغا يخدم معانا ولد، هو اللي بغا يخدم معانا، شوف اش قال لهم المشكل كله كاين عند الخدامة، الخدامة هما اللي عارفين كل شيء، هما اللي عارفين أي حاجة، الخدامة اللي كاينين ديال الحصاد هما اللي عارفين كل شيء. صافي هو هز راسو مشى للسيد قتلو، الله اعلم هو مضروب بالمنجل، مضروب بالمنجل، المنجل لقاو حداه مهرس على ثلاثه النوبات، ولكن حنا ما عرف هذا الشيء اللي طرا ليه، هو راه مستحيل حتى منجل يدير هذاك الشيء، ولكن 100% تيقولوا الناس المنجل، ولكن المنجل لقاو حندو، المنجل كاين يعني السيد بعقلو ما غاديش نقولوا راه هز معاه شي سكين ولا شي حاجه، يعني راه جايبو يقتل السيد، جايبو يحصد، هز معاه منجل وبعقلو، الا كان مريض شحال هذا راه برا، ولا كان مريض مالوش حمله مالو ما يتهدد يهدد شي حد، الا كان مريض مالو ما يدير شي حاجه قبل، لا خاصو يدير شي حاجه قبل من هاد الجريمه يكون مهدد على شي حد ولا جاري على شي حد بغا يقتلو، عاد نعرفو حنا راه السيد راه كان مريض وما عنده حتى شي اعراض اخرى، دار شي حاجه اخرى قبل. نطالبو بالحقوق ديالنا والحقوق ديال وليداتو، حقوق الانسان وليداتو حرمهم من حرمو منه، الوليدات يتمهم وتحرموا منه، الوليدات تحرموا منه، الله يجازيكم بخير، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، حنا تنطالبوا الحقوق ديال هذوك الوليدات اللي تحرموا وتشردوا، كلهم تشردوا، دروك تشردت هذيك العائله بسببه، بسببه تشردت.